السلام عليكم مشاهدينا الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الصحه لاباس؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم شي الدار غدير لكم واحد الشوربه ديال الخضار زوينه وتجي بنينه. كيف كتشوفوا معانا هنايا كنحتاجوا الخضار كاملهم مخلطين. هذه شوربه الخضار بالنسبه للناس اللي مراض ولا اللي صحاح ولا زوينه للجميع، الوليدات الصغار ولكل شيء. غادي نديرو فيها هاد الخضار كاملهم. كيف كتشوفو هنا عندي البطاطا، عندي اللفت، او اللفت اللي كيقولو المشرقيين، عندي القرعة الحمراء، عندي البصلة الخضارية الطويلة، وعندي الخيزو او الجزر، وعندي القرعة، الكوغجيت، القرعة اللي كتعرفو نتوما او الكوسه اللي كيقولوا المصريين. عندي الخضر كلهم هنايا، وعندي مطيشه. هذا الشيء اللي كاين، غبغيت نشارك معاكم هذه الصوبه. غادي نقرد هذه الخضره كلها، بسم الله على بركه الله. غادي نقرد دابا هذه الخضره سهله، كيف ما بغيتوا تقردوها نتوما قردوها، ما فيهاش زعما تقردوها صغيره. حيت هذه الخضره غادي تطحن، ملي غادي تسلق لينا غادي تطحن. بسم الله، غادي نجيبوا شي حاجه وغادي نحازو، وغادي نقربو في الخضرة، غادي نقردوها ونعاودو تاني نغسلوها ونديروها في كروت الماء حتى تسلق، ومن بعد غادي نرجعو باش نديرو معاكم المقادير اللي بقات. دابا غادي نقيو هاد الخضيرة معاكم، تنقيو هاد الكمية كلها وغادي نردوها كتسلق. دابا قردنا هنا خيزو، غادي نقردو اللفت، غادي نقردو القرعه الخضراء. كيف ما قردتوها راه سميتو هي غادي تسلق وغادي تطحن، ما غاديش يبقاو هاد المرطويات هنايا، كلشي غادي يطحن في الماكينه. غادي نقردو البطاطا، وهاد الصبه الا تسلقات الخضره يقدروا، الا بغيتوا تزيدوا فيها شويه ديال الدجاج ولا شويه ديال اللحم نتوما اختيارين. غادي نسلقوا بعدا الخضره وغادي نشوفوا باش غادي نسموا هاد الصوبه، واش غادي نسموها نخليوها فيها غير الخضار نباتيه، ولا غادي نديروا فيها دجاج، ولا غادي نديروا فيها اشنو بغينا، ونشوفوا العطرين اللي غادي نديروا بيها، ونقدروا نديروا فيها الفخوماج، نديروا فيها اللي بغينا نلعبوا بها، اللي بغينا نديروا فيها غادي نديروا فيها باش تجي بنينه وتجي مغطيه. واللي كيبغيها غير بالخضار، مذاق ديال الخضار، وزيد فيها شويه ديال الزبيده ملي غادي تطحن، تاني راه شكل تاني اخر. غادي نزيد القرعه، غادي نزيد القرعه تاع السكسو. هاد القرعه كنديروها في السكسو، كتجي زوينه في الصبه، نقردوها بحال هكا كتجي لذيذة في الصبة. نجيبو البصلة، الخضارية حتى هي كنقردوها غليظة. كيف قلت لكم هادشي كلشي غادي يتسلق وغادي يطحن، ما تفخموش فيه كبير ولا سميتو، ما تخافوش منه. هادشي كلشي غادي يتسلق، غنديرو في الماء، في طرو ونص الماء، وغادي نسلقو وغادي نطحنو في الماكينة. صافي، ملي غادي يتسلق لينا غادي نرجعو باش نوريكم كيفاش غادي نسموه، هذيك الصبه. وغادي نربطو واحد ربطات الربيع، حتى هي ربطات القزبر والمعدنوس، غادي نربطوها. غادي ناخذ شويه القزبر والمعدنوس ونربطوه بحال هكا. هذه عشيوه خفيفه لذيذه، كتجي زوينه، وتقدروا تعطيوها لوليداتكم في الصباح اللي كيمشيو للمدرسه، تعطيوهم زليفه هكاك صغيوره. غادي نربط هاد نغسلها، هاد الربيطه غادي نغسلها وغادي نربطها من هنايا، غنقطع الزياده اللي فقات فيها بحال هكا. وتا هي غنديرها مع الماء تسلق، نديرها مع هاد الخضار تسلق ليا. ولا نتوما الا بغيتو ما ديروش سميدو، راه كديرو في الكسكاس الا ما كتحبوش الماء باش ما تطيعش الفوائد ديال الخضره.
حسب اللي بغيتو نتوما كتقدروا تفوروها ولا ولكن من الاحسن انكم ديروها في الماء لحقاش داك الماء هو فاش غادي فاش غادي تطحنوها داك البويون ديالها ولا الماء ديالها هو فاش غادي تطحنوها. نكمل هذه الخضره اللي عندي هنا وغادي نمشي نشللها، غادي نشلل الخضره ونعاود نديرها كيف قلت لكم في شي قدره ولا في شي كوكوت ونخليها تسلق مع الماء، ما غندير فيها والو حتى المرحله الثانيه، ديك الساعه غادي ندير فيها الملحه وندير فيها كل شيء. غنضيف حتى الطماطم تسلق مع الماء، مطيشه وحده حتى هي غنخليها تسلق مع الماء. صافي هذا تبارك الله الخضر غادي ليا هنايا تقريبا قديره ديال كوكوت ديال الصبه. ودابا ملي غادي تطيب لينا غنشوفوها كيف جاتنا وغادي نشوفو كيفاش غادي نسموها. دابا غادي نديوها نغسلوها ونديروها في الكوكوت ديالنا ونزيدو عليها الماء، ملي تسلق لينا غادي نحيدوها ونطحنوها مزيان في الماكينه اليدويه ولا الماكينه الضو نتوما اللي عندكم حسب داكشي اللي عندكم في داركم. صافي ملي نطحنوها غادي نرجعو معاكم باش نوريكم كيفاش غنديروا العطريه اللي غادي نديروا ليها باش تبنن ونديروا فيها الملحه ونزيدوا فيها اللي بغينا. ديك الساعه غادي نشوفوا اشنو عندنا في المطبخ ديالنا وغادي نسموها به. وشكرا لكم. السلام عليكم. دابا كيف كتشوفوا معنا الخضره اللي قردنا معاكم ديال الصبه، ها هي سلقناها وطحناها في الماكينه اليدويه. كيف كتشوفوا هو اللون ديال الخضره، ما فيش لا زعفران لا والو، هذا غير اللون ديال الخضره، هذا غير اللون ديال الخضره، راه ماشي فيه لا زعفران لا والو، باقي ما درنا والو. الخضره سلقناها في الماء ديالها كيف قلنا لكم، سلقناها في ترو ديال الماء والماء ديالها، وفاش طحناها طحنا داك القزبور اللي ربطنا حتى هو معاها، سلقناها من سلقنا الخضره وطحناها في نفس الماء ديالها. دابا رجعنا معاكم باش نتبلوا هاد الصبه، غير بحال هكا غزاله، هي بحال هكا غزاله، ولكن حنا باش يشربوها لينا وليداتنا وتجي بنينه غادي نديروا فيها توابل. بسم الله غادي نجيو دابا للتوابل. عندنا في التوابل كيف كتشوفونا، عندي في التوابل شويه ديال الكمون، هنا عندي الكمون، عندي شويه ديال البزار او الفلفل الكحل، عندي شويه ديال الخرقوم، الخرقوم عواد، خرقوم هذا عواد، عندي شويه ديال الزبده بلديه غنديروا فيها شويه زبده بلديه، وغنديروا فيها الفرماج المثلث، عندي هنايا ربعه ديال الفرماجات مثلثين، وغادي نديروا فيها هذا كنور ديال الدجاج، نمون السيم ديال الدجاج كنور هذا، ما غاديش نديروا فيها اللحم، عندي شويه ديال الملحه وعندي شويه ديال الزيت تقريبا جوج المعالق كبار ديال الزيت. وانتم الا كانت الصبه ديالكم خفيفه، الا كانت خفيفه وبغيتو تعقدوها بشويه ديال ديك الفورص راه كديروا، انا ما غاديش ندير ديك الفورص لانها ثقيله ليا كيف كتشوفوا هنا، ثقيله ليا بالخضر، دوك الخضر تقلوها ليا، ما كاينلاش لا ندير فيها لا دقيق لا والو، ما غنديرش لا شعريه. وانتم الا بغيتو تضيفوا لهنا الشعريه او الرز ديفوا انتم اختياري اللي بغيتو، انتم بغيتو تضيفوا شويه الدجاج هنا ولا شويه ديال الحوت ضيفوا، المهم هذه هي الصبه. غادي نرجعوا دابا باش نضيفوا العطريه، غنمشيو نضيفو العطرية، غنجيب معلقة صغيرة الكمون، معلقة صغيرة ديال البزار، معلقة صغيرة ديال سكنجبير، الزنجبيل، لا ماشي سكنجبيل عاد بلا مش طراجي، الخرقوم هذا الخرقوم، معلقة صغيرة عامرة ديال الخرقوم، مغاديش نديرو سكنجبير، غادي نجيب الزبدة. غادي ندير الملحه تقريبا على حساب الذوق، على حساب الذوق. غادي ندير كنور، كنور المونستيف ديال الدجاج، غادي ندير جوج كنورات، ينسم لينا هاد الشوربه، هذا منسم ديال الدجاج، منسم تاع الدجاج. وغادي نبقاو كنحركو بحال هكا، باقي لينا شويه ديال الزيت، وغادي ندوقوا المليحه واش هي هذيك، ولا جاتكم قاصحه ولا شي حاجه تزيدوا شويه ديال الميه. نتوما غادي تردوها باقي الطبخ، نردها واحد شويه تطبخوا ليا فيها هاد العطريه.
غنزيد الفرماج، الفرماج مثلث او مربع، هو غادي يذوب في وسط الا رديتو في طيطب غادي يذوب. درنا هنا اربعه الفرماجات، غنزيد شويه ديال الزيت تقريبا ربعة المعالق كبار تاع الزيت، المليحه درناها غادي نذوقها واحد شويه صافي. هادشي اللي كنبقاو نحركو، هادشي كلشي غادي يدخل في هاد الصبه ما يبقاش يبان العطريه كلها. غادي نذوقو المليحه واش هي هذيك، الا كانت قاصحه لينا غنزيدو شويه ديال الماء، غادي نديوها في البوطه باش تطيب لينا غير هاد العطريه. هما هي راه الخضره طيبه، غادي تطيب غير هاد الخضيره وتطيب غير هاد العطريه هنايا، وذوب هاد الفرماج وهاد العطريه اللي درت كلها صافي. ها هي الصبه موجوده، ونتمنى انكم تجربوها، راه صبه رائعه 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 غزاله هاد الصبه. راه اللي شربها غادي يصاوبها دائما، ودابا قرب شهر رمضان الكريم، الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه. هاد الشوربه خير من اي حاجه، شوربه الخضر كامل الخضر راكم شفتوها، الخضر اللي درت معاكم راه كيجي زوين. كتجي هاد الشوربه يشربوها وليداتكم الا كانوا فيهم الرواح، واللي كان راه كيحيد المرض بهاد الشوربه، كتجي غزاله. الا بغيتي تضيفوا فيها شويه دجاج ولا شويه ديال اللحم ما ماشي مشكل، المهم انا درتها نباتيه فيها غير الخضر وشويه ديال الفرماج. نتوما الفرماج كثروا باش يبعوها للوليدات، هذاك الفرماج والزبده كيبننها. وتلا كريم فريش الا كانت عندكم تقدروا تزيدوا واحد السكر صغير، راه كتجي فيها حتى هي بنينه في بلاصه الزبده. نتوما اختياري اللي بغيتو ديروه ديروا، المهم هو الاساس هو الخضور يكونوا كاملين كاملين، وتنسيما على حسب الذوق ديالكم. وان شاء الله ملي نردوها طبخ لنا واحد ربع ساعه على ما يذوب الفرماج وتطلع وتحيد النسمه ديال العطريه وصافي. هذا وغادي نقدمها ان شاء الله في زليفات مع خبيز ولا مع خبيز الشعير ومع ما بغيتو نتوما. الا صوبتوها قدموها مع خبيز الشعير ولا المشاوي ولا دجاج مشوي ولا غير بوحدها بحال هكا. انا شخصيا بغيت نديرها غير بوحدها مع هادشي اللي كاين مع خبيز، وان شاء الله جربوها بالصحه وبالهنا. وصيفطوا ليا ديروا ليا واحد التعليق ولا لايك ولا ابوني بالنسبه للناس الجداد، وراني محتاجه لكم اخوتي في التشجيع في التشجيع في التشجيع. بارك الله فيكم وشكرا لكم، شكرا لكم على التشجيعات ديالكم، وتنتمنوا منكم تشجعونا باش نزيدوا لقدام ان شاء الله يا ربي. وان شاء الله تكونوا بخير وبسلامه يا ربي، وبعد عليكم كل الامراض وكل خير، ويعطيكم الخير والسلامه. وكنقول لكل المراه كل عام وهي بخير، وكلها كل عام وهي بسلام، وكل عام وهي بالف الف 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 خير، وكنهدي لها اجمل ما في الدنيا. وشكرا لكم.